أبو محجوب أحد أهالي الغوطة المحاصرة فقد 5 من أبنائه و6 من أحفاده في مجزرة الكيماوي، وخرج من بقي حيا من أفراد أسرته لتلقي العلاج من آثار الكيماوي ليبقى وحيدا منذ 2.5 سنين، يحاول جاهدا تأمين قوت يومه بنقل المياه وبيعها بالرغم من كبر سنه وتدهور حالته الصحية. قصة أبو محجوب في تقرير مراسلنا جواد العربيلي. وقت الكيماوي استشهد عندي 5 أولاد و6 أولاد ابني، 11 واحد راح لي انا روحه وحدي. وبعد الكيماوي طلعوا الكمال، يعني الكمال يضلوا ولدين منهم بدهم اسعاف، فني وابن ابني. انجبرنا نطالعوا بعد فتره شهر نعاني هون بالاسعاف ما استفدنا. انجبرت طالعوا لبرات على الشام، وطلعوا من وقتها على الشام وانقطعت الاخبار عنه. البعض بيجي بيخبرني بيقول لي بخير وسلامه، والبعض وما عاد اعرف عنه شيء. 2.5 سنين لا عبارة عن عم بالشهرين 3 بيجيني التليفون بيقولوا لي انه بخير وسلامة. اخر خبر جاني انه ابني عمره 7 سنين عم بيشتغل ليطعم اخواته وامه. كل 6 شهور 3 شهور بيجي واحد من اولاد عمي، كل 7 شهور بيصور لي، بياخذ صوتي بيبعث له اياه، احيانا بيبعثوا لي صوره. هذا اللي بعرفه عنه من هذيك الفتره. يعني بنطلع الصبح الساعه 5:30 أو 7 بنطلع بنعبي الميات وبنرجع بنجيب 3 بيدونات، كل نقلتين انا بالنسبه لي بقدر اجيب نقلتين، بيدونتين ونص، باخذ لي بيدونه ونص او وبعطي بيدونتين ونص. الحقيقه عمل مرهق ومتعب قاسي، ويمكن قلب معي الحمل وقع خطره، والسبب اللي عمليه الافتاء هو وقعت الحمل. والقذائف فوقنا، يعني عم نمشي تحت لطف الله. يعني تخيل فوقك طياره وغايره وانت ماشي بالبسكليت، يعني البسكليت من رعبته ومن رعبتي عم تمشي لحالها، يعني شيء ارهاق وخوف. الأدوية اللي عم باخدها يمكن لها شي 5 سنين أو 4 سنين، يعني خالصة مدتها على الخالصة، بس مجبرين يعني عملت عملية افتاء بدي حب التهاب ما في، انجبرت لقيت 4 5 حبات لهم شي 4 سنين شربتهم. شربت حب التهاب تبع مجاري بولية ما في لأنه الأدوية لقيتها، قلت أفضل من بلد.